نتناقش فيه اللي هو يخص المواطن العراقي تحديدا، نتناقش فيه ونوصل رسالة معينة، وهدفنا من فقرة ليش انه ارسال رسالة معينة لجهة معنية خاصة بالموضوع اللي نتناقش فيه، ومو هدفنا لا الإساءة ولا التشهير نهائيا، لكن هدفنا انه من منبرنا ايصال رسالة معينة للجهة المعنية، عسى ولعل انه توصل هذه الرسالة. احنا بالفترة الأخيرة المجمعات السكنية عندنا كثرت، وتلاحظ يعني بالشعب اكو مجمع سكني بالاضافه لمول خاص بي، شفنا ايضا بالمنصور ومجمع بسماية والى اخره، عده مجمعات موجوده اليوم. فالمواطن العراقي شنو بده يسوي؟ يسحب قرض وينطي مقدمه للشقه اللي حاب انه ياخذها من احد المشاريع السكنيه، وبالتالي اليوم المشاريع السكنيه توقفت تماما، وبعض الشركات انسحبت من هذه المجمعات السكنية بسبب عدم تسديد الأموال اللي تخص هذه الشركة. فإحنا اليوم حابين نوصل رسالة، وحابين أنه نتحدث بهذا الموضوع عن أنه ليش المواطن العراقي، نتساءل أنه ليش اليوم المواطن العراقي يدفع مقدمة مالية للمشروع سكني، وبالتالي المشروع السكني متوقف تماماً، لكن الأسباب مادية، يعني تكون انه توقف المشروع لأسباب مادية. مثل ما قلت لكم يعني هسه مثلا عندنا مجمع بسماية، كنا نعرف انه الشركة الكورية مؤخرا انسحبت من هذا المجمع بسبب عدم تسديد المبالغ المادية لها، ومؤخرا سلمت الشركة الكورية ما يقارب 3000 شقة سكنية لهذا المجمع، لكن هذه الشركة انسحبت من هذا المجمع لأنه المبالغ المادية المترتبة عليهم للجهات المعنية ما سلمت لهذه الشركة الكورية، وبالتالي الشركة ما قدرت تكمل بهذا المجمع، وحطت شروط أنه يتكمل هذه المجمعات السكنية بحال أنه تسددت لهم الأموال بالكامل حقهم. المواطنين اليوم شنو دا يسووا؟ يروحون يدفعون مقدمات لهذه المجمعات السكنية حتى يحصلون الشقة اللي هم حابيها، لكن هذه المقدمات تروح لمصارف معينة، وهذه المصارف لازم ترجع تسدد للشركة الكورية حتى الشركة ترجع تستمر بعملها لهذه المجمعات، لكن هذا الشيء اليوم ما دا يصير، وبالتالي المشروع متوقف لأسباب مادية. شنو مصير المواطن اللي دا يدفع هذه المقدمة ودا يتأخر عليه استحقاقاته بأنه يحصل على هذه الشقة السكنية من المجمعات السكنية، لأنه هو دفع المقدمة بالشكل الطبيعي ودا يدفع التسديدات الباقية، لكن ليش اليوم ما دا يستلم الشقة الخاصة به؟ بدل ما يأخذها وراء سنة يأخذها وراء سنتين ثلاثة أو أربعة، لأنه المشروع متوقف بسبب انسحاب الشركات الخاصة بهذه المجمعات لعدم تسديد المبالغ المادية لهم. وشفنا إحنا شلون أنه من انسحبت هذه الشركات شلون أنه الأسعار صارت جدا عالية أكثر ترتبت. هذا الهدف من هذه المشاريع، معروف أنه جدا حتى تكون ميسرة للمواطنين، يعني لأنه بكثرة غلاء الإيجارات اليوم، فهذه المجمعات السكنية تكون بأسعار ميسرة للمواطن العراقي حتى تخدمه وتخدم عائلته. لكن اللي شفناه احنا اليوم انه المواطن العراقي يا محمود يدفع مقدمة للمجمعات السكنية وراحت المقدمة عليه وراحت الشقة عليه لانه الشركات انسحبت من هذه المجمعات. كلنا نعرف انه كل عراقي يحلم انه يكون عنده وطن صغير، لانه دائما العراقي هو شو يحلم يكون عنده بيت، بيته هو وطنه، والدليل نشوف دائما انه دائما كل انسان يحلم انه يمتلك لفت ولو غرفة واحدة يعيش بيها. صحيح. الموضوع ما بي انه اليوم لو انسان كان عنده فلوس كان اشترى له بيت، مو لك وانطى فلوسه نقد وانتهى الموضوع. من ده يلجأ هو لهذه الشقق وهذه المجمعات السكنية اللي هي بالاقساط. فالموضوع ما بي انه حلمه انه يتملك فد شيء اللي هو يكون وطنه المصغر داخل هذا البلد. شيء قوي طبعا. فراح يواجه معوقات اللي هو التأخير بتنفيذ المشروع، لكن كل هذه التساؤلات الأول الرأي الأول والأخير راح يكون لكم الجواب من خلال أرقام راح تظهر على الشاشة حتى تشاركونا برأيكم حول هذا الموضوع. ونرجع ونقول موضوعنا أنه ليش المواطن يدفع مقدمة مالية لمشروع سكني تم التوقف عن إتمام لأسباب مادية من أشهر، فما رايدين شيء، رايدين غير بس تمشي الأمورات خدمة المواطن العراقي والصالح العام. إذا أنتم كنتوا تعانون من هذا الموضوع ممكن تشاركونا قصتكم أو تجربتكم، إذا كان يمسكم هذا الموضوع ممكن تشاركونا، وإذا كان أصحاب العقارات حابين أيضا يتصلون بينا حتى ينطونا شنو الأسباب، وهل يا ترى أنه أكو تسهيلات أو تمشي المشاريع مستقبلا أم من المجال مفتوح لكم، لأن إحنا نحب نسمع الرأي والرأي الآخر من المواطن أو الجهات المعنية اللي تخص مواضيعنا بالتحديد، وخاصة مشروع العقارات مشروع مهم جدا بالعراق. صحيح، يعني وجهة نظرك حلوة. صحيح، يعني هو المواطن لو عنده بيت
ملك ما اعتقد راح يروح ياجر، مستحيل يعني يدفع هذه المقدمه اللي مبلغ جدا ضخم في سبيل حتى يحصل على هذه الشقه اللي تؤويه هو وعائلته. ويانا اول اتصال ام حسن من السليمانيه. صباح الخير ام حسن. صباح النور، شلونك مصطفى؟ الحمد لله، انت شلونك؟ الحمد لله. انا عندي موضوع يعني نفس موضوعكم بس شويه مختلف يعني، وطالبه منكم طلبه ان شاء الله ان شاء الله تقدرون عليه. انت تؤمرين مو طالبين، تفضلي. تسلم ابويا، تسلم الله يرضى عليك. انا زوجتنا توفي وتحولنا الى شهداء. نعم. وهاي صار المعامله اليوم سنه، فلما نطلبوا من عندكم انكم يعني تجيبون احد من الوزارات يشرح لنا يعني من اللجنه، المعامله واقفه عند اللجان وما نعرف شنو المشكله. انت 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 زوجك اعتقد يمكن اذا ما خانتني ذاكرتي اللي كان شرطي او هيك شيء يمكن؟ ايه نعم، انا قبل هالمره خابرته كان من الموصل. ايه نعم. إيه اللي 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 تنسبت على طار البيت يعني والله ما يكفي اجار ومعيشه يعني لو 100 متر نجنبيه عاده ومطبخ وحمام. الله يساعدك. خليك خليك ويا الكنترول حتى ياخذون رقم تليفونك وحتى نوصل رسالتك للجهات المعنيه. شكرا لاتصالك. يعني انا اذكر انه رجلها كان هو منتسب بالشرطه وتوفى اثناء تاديه الواجب، وبالتالي هم ما احتسبوا على الشهداء. بعدين سوت معامله يلا احتسب على موضوع أكيد الشهداء. اكيد هي القرارات الجديده والتسهيلات اللي جت اكيد من السيد وزير الدفاع واكيد وزير الداخليه. اعتقد انه انه وزاره الداخليه ايضا مشت بهذا الموضوع انه اللي توفى اثناء الواجب دا ينطوف مكرما اللي يحسبوه على موضوع الشهداء. صحيح. تعرف بها كثير من القضايا قد انه تخدم عائله الشهيد يعني بهذا الموضوع. صحيح. اكيد هذا كرم ايضا وزاره الدفاع وباقي الوزارات الاخرى الامنيه. فنتمنى انه ايضا انه اكو تسهيلات باستقبال المواطنين حتى يراجعون بصوره طبيعيه بدون اي معوقات، ولو هم اكيد ما مقصرين، بس تعرف يعني الواحد شي يصير يعني. نرجع لموضوعنا، موضوع السكن، موضوع المهم او هو قلب المواضيع. يعني الواحد صح. يقول لك رحت البيت الله، مو مثل بيتي. لا والله. لا طبعا مستحيل. اي انسان يرتاح ببيته. دا نشوف ازمه الايجارات وازمه التجاوزات والعشوائيات بالعراق. الوحيد اللي دا يقدر يشتري مثلا اللي هو قد يكون الشخص اذا مشت وياه مصلحته اللي هو شغله، او يا اما راح يكون موظف بعد تعب سنين جمع مبلغ معين دي ينطيه مقدمه حتى يسدد اقساط. لكن تروح المقدمه تموت وما يعرف هل يا ترى يكمل الاقساط راح يستلم يوقف الاقساط او لا. اي فعلا. فناخذ وحيد من واسط حتى نشوف هل يا ترى انه هو له راي بهذا الموضوع. حياك الله يا وحيد. الو. صباح الخير وحيد، شلونك؟ صباح المحبه. الله يعطيك العافيه. يا عيني. صباح الصباح مصطفى والصباح كل كادر قناه الرشيد. شكرا لك وحيد. وحيد شفت موضوعنا لهذا اليوم؟ موضوعكم شفت استاذ اللي تحكون عليه هو المواطن يعني. نعم. ذكرت الشتمه، ذكرت المجمعات السكنيه وبالنسبه لمجمع البسمايه، هو مجمع البسمايه يعني الشقه ب 70 مليون سعرها. زين هو المواطن من قاعد يشتري شقه ويعطي منها قصد اقساط، هو مجبور يعني ما عنده، هو لو عنده يروح يشتري بالنقد يشتري بيها. صح حكيناها والله. اي بس هو مجبور. زين انت لما الشركه توقفت والله ماكو شو اسمه الدوله ما تعطيهم دعم، ما تعطي سلفه، ما تعطي. زين المواطن هنا ايش راح يصير؟ انا اعتبر المواطن راح يصير ضحيه هنا. طبعا فلوسه تموت. يعني فلوسه راح تروح وراح يروح الاول والثاني علي يعني. يعني فهذا المن شي يناشد المواطن الى اي جهه يناشد؟ يناشد من يروح؟ والله انت شو تقول؟ المن يناشد؟ هو الراي الاول والاخير هو لك يا وحيد يعني. اي طبعا غير لازم الدوله تتحمل كل هاي المسؤوليه. نعم. مو تتحمل هاي المسؤوليه المفروض الجهات المعنيه. يعني يرجع للدوله تتحمل هاي المسؤوليه. اذا كان المشاريع اهليه فالدوله ما راح تتحمل المسؤوليه، وانما لازم انه اكو قانون يردع كل من يحاول فتح مشروع بدون ذكر التسميات اي مشروع معين. فهذا القانون راح يخلي شروط جزائيه انه شرط. نعم. استاذ محمود. نعم. المواطن بهاي شفنا بهاي المشكله من فلوسه والمشروع مال الشغل مال كيل والشركه رجعت الكوريا هناك وتوقفت، ايش راح يصير بالمواطن؟ صح. راح يصير ضحيه هو بالنسبه له. اذا شكرا لك وحيد، تحياتنا لك ومشاركتك ويانا وممنون من عندك. يعني وجهة نظر يعني صحيحة. يعني احنا نشكر وحيد يعني، وانا دائما اقول انه احنا باب ليش تفتح لنا ألف باب مو باب واحد. صح. يعني المواطنين يعني المواطن العراقي يعني عنده هواية معاناة، عنده هواية تساؤلات لمفردة الليش.
واحنا اليوم بدنا نتناقش موضوع جدا مهم، موضوع يعني اللي هو يكون مصدر لإيواء العوائل العراقية اليوم. واحنا نشوف هاي العوائل العراقية اليوم يعانون من موضوع الإيجارات، يعانون من موضوع أنه السكن الخاص بهم. فالمشروع اللي بدنا نحكي عنه، يعني احنا كل المشاريع السكنية الموجودة اليوم، كل المشاريع اللي تخص المواطن العراقي بالأمور السكنية، يعني واحنا نحكي عن المجمع بس ماي، لأنه الشركة الكورية اللي قلنا أنه انسحبت بسبب الأمور المادية والمواطن هو اللي متضرر. ويانا اسماعيل، صباح الخير اسماعيل. ايوه جاي، صباح الخيرات، شلونك حبيبي؟ صباح الخيرات عزيزي، صباح النور. اسماعيل، اليوم بدنا نحكي عن المجمعات السكنيه. ألو. ألو. اسمعك حبيبي. احب اشارك بموضوع الشقق السكنيه. فضل. والمجمعات السكنيه. تفضل. اللي حاليا على لسان شمالكم. تفضل. تفضل اسماعيل. عيني، أنا عندي شقة حقيقة صار من 2013 سجلت عليها بمجمع فلوريا في بغداد. نعم. في أربيل. نعم. فدفعنا بعض من الأقساط، دفعنا بعض، وصلنا إلى حد بحيث أنه المشروع توقف نهائيا. تمام. فلحد الآن ما حد يجاوب على، أيضا على تليفوناتنا ما حد يجاوب عليها، كأن ما حد يجاوب عليها. وريد نعرف يعني مصيرنا وين، هل انه احنا نستمر ولو احنا توقفنا عن دفع الاقساط، لانه ماكو اي تحرك بالمشروع. طيب نريد نعرف الموضوع يعني وين راح نوصل. طيب اسماعيل، ماكو عندهم فد مكتب معين للمراجعه تراجعون عن موضوع انه تقديمكم لكل المقدمه ان كانت او الاقساط، فد مكتب معين تراجعون عندهم؟ والله راجعنا، اكو مكتب هنا بحي الجامعة. شنو اللي قاله؟ وراجعناهم، قالوا احنا المشروع يعني ها ممكن يستمر، وجو احنا ما عندنا وما نقدر نكمل به. يعني انه احتمال يستمر وانتم مستمرين، انه المواطن مستمر يدفع القسط وهو لا يدري راح يستلم هذه السنة او السنة اللي بعدها او منها الخمس سنوات، لانه الشركة ساحبة الاستثمار. يعني انت احب افيدك معلومه، انه كان مش مفروض احنا نستلم الشقه ب 2015 شهر الخامس 2015. أه. لكن لحد الان صار خمس سنوات، حتى بناء ما جاري باي شكل من الاشكال. خمس سنوات المشروع متوقف وانت دافع الفلوس، ولحد الان ما حد يجاوب على حتى تليفوناتكم، ولا حتى يجاوب على التليفون، ولحد ما انطونا يعني اي حل، لانه ما يعني اذا هم ما راح يستمرون فخلي يعني نحن نقترح انه يرجعوا لنا فلوسنا. صحيح. حتى نقدر نتصرف، لان احنا ما نبقى ننتظر. يعني لحد الان انا دافع 42,000 دولار. نوار تسلك ليش قد دافع يعني 42,000 دولار؟ مبلغ 42,000 دولار ولا مستلم الشقة على فكرة، ولا هذا المبلغ ممكن ممكن يشتري به بيت في بعض المناطق والمحافظات العراقية، وبيت حلو مساحته واسعة. يعني أي حد فلحد الآن نعرف يعني مصيرنا وين راح نوصل. هل إنه إسماعيل شنو الإجراءات القانونية اللي اتخذتها بحق هذا المشروع؟ هل يا ترى إنه أكو شرط جزائي إذا ما كمل المشروع أو توقفه؟ يعني لابد ما أنت تكون تضمن حقك، يعني إنه إذا أنا توقفت عن دفع الأقساط فتترتب علي إنه ضريبة أدفع 5% يعني قيمة قصدك العقد بس من صالح. يعني اللي أنا دافعه ويدفعوا لي البقية، هذا مجرى. نعم. توقفوا وهم تنازلوا قالوا احنا بعد ما راح نستلم من عندكم، واحنا بعد ما راح نقص من عندكم اي شيء، لانه المشروع ما نعرف شو بتجي، ما نعرف شنو النتيجه. نعم. ولحد الان نحن واقفين الويتنج انتظار. اذا شكرا لك وتحياتنا لك، والله يعينك على هاي المصيبه، لانه صدق هي مصيبه. يعني هذا تعب عمره 42,000 دولار، مبلغ يعني قد انه قلت لك يشتري بيه بيت. يعني ناخذ اتصال ثاني من انور، وحياك الله يا انور. صباح الخير حبيبي. صباح الخيرات يا عيني. شلونك يا روحي؟ الله يعطيك العافيه. حياتي لك ولك مشاهدي قناتك الكريمه. شكرا لك، شكرا لك انور. اجل اخوي، احنا احد يعني اخذنا مشروع من جهه حكوميه. نعم. المشروع سكن. نعم. فاتينا مول المشروع من المواطنين اللي يريدون هم يستلمون. نعم. يعني حضرتك عفوا حضرتك يعني هو صاحب انه مشروع. انت صاحب مشروع مستثمر يعني؟ مستثمر على راسي. بس فهمني راح اعطيك. نعم. فاخذنا مشروع تقريبا نسبه 40% من كل مواطن يريد ياخذ شقه سكنيه من هذا المشروع. نعم. اي مواطن موظف او مواطن مع الكفالات والضمانات هاي يعني اكيد طبعا واجب هذا. فاستلمنا بديله بالمشروع، احنا
كان عندنا غلط انه ما نفذنا يعني المنازل او الشقق اللي هي للعوائل اللي دفعت مبالغ او 40%. نفذنا قلنا ننفذ كل المشروع كله. فوصلنا تقريبا مرحلة انجاز 60-65%. اجى قرار من مجلس الوزراء انه ما نمول اي مشروع بعد. وظليتوا عن نص. اي مشروع. وظلينا عن نص، هسه 60%. يعني دول الناس دفعت لنا ملايين، يعني 40% مبلغ مو هين. صح. يجي للحكومة يابا احنا عندنا يعني اخذنا مبالغ من العالم وانتم وعدتونا، قالوا والله روحوا للتخطيط. احنا للتخطيط يابا مو الناس يعني ذمتنا هسه احنا بدل انفسنا يا بنطونا مبلغ لو تطونا نسبة حتى 20% بس خلينا نسقف المنازل وخلي اللي يجي يقعد خليه يقعد. صح. يعني الناس تدفع ايجارات وما اعرف ايش وموافقوا. فالغلط هسه او مو الغلط العفو، فهسه السبب الرئيسي هو الاهالي، يعني الحكومه ما جاي تمول اي مشروع متوقف. يعني سبب من الجهات الحكوميه قصدك، يعني وين موقع هذا المشروع اذا ما حاب تذكر اسمه؟ يعني يا ريت لو تنطينا موقعه. موقع محافظة كربلاء. بكربلاء يعني. اسمع دلني يعني شوية سيد. نعم معذور يعني معذور يعني احنا اول تالي نحاول انه نوصل شيء للجهات المعنية خدمة للصالح العام سواء كان المستثمر او المواطن، لان هم مرات انه دتنخذ على بعض المستثمرين ان هم بعملية نصب واحتيال بس ما يعرفون انه اكو تقصير من جهات الممولة للمشروع. يعني انا بس يعني بس رئيس الوزراء ما قعدت وياه، يعني لا وزير تخطيط لا وزير مالية لا المصارف الرافدين والرشيد. قلت لهم يا اخوان انطون المبلغ احنا متفقين على كذا رقم، انتم لحد الان مسددين 20 يعني الله يعينهم، والمواطن مسددني 40%، فانتم انطوني رقم بسيط يعني انطوني مبلغ بس خلي اسقفهم. الثاني من جيب الخاص الا اروح اتداين، زين انا اذا اتداينت فرضا يعني مثلا من المصارف هاي باشر عقبه تريد المبلغ طبعا الحكومه ما تطيني. يعني انا هسه والله في موقف محرج الى هالي يعني يوميه تكون باب. طيب هو انور انا يسر انور اذا تسمح لي انا يسر اسالك انه الاهالي لما يتصلون بيكم شنو الجواب اللي قاعد تقدم لهم على تساؤلاتهم؟ يا اخي والله العظيم اغلب الاحيان انا هسه هم راح اكون يعني امام الله سبحانه وتعالى اتحاسب يوم القيامه. اغلب الاحيان انا التليفون غالقه هسه انا اكون معك صريح. يعني يعني ما اقدر تليفونك يعني هو رجل لا حول ولا قوه بالضبط بس هيك يعني بس مو هي هيك انت يعني مو هي هيك انت راح انت راح تصير عليهم ويا الحكومه يعني يعني انت لو تجاوب عليهم وتفهمهم الموضوع طيب ليش ما ترجع المبالغ المبالغ لهم وتقول لهم الى ان المبالغ اللي استلمتها منهم مين رجعها؟ في دول عمرك كان المبالغ كانت بيهم انا سويت بين 60% مين رجعها؟ انت صلب مكاني انت تعال استلم المشروع خلي انطيك انا خلي نقول 50 مليون تبني لي بيت وال 50 البقيه ورا ما مثلا ما تكمل بعدين انا مثلا انت وصلت كميت بال 50 مليون لحد نقول البنيان تقريبا 50% تريد باقي المبلغ هسه اذا تجيني تقول لي يابا طيب المبلغ الباقي حتى يعني البيت وانا قاعد الحكومه اليوم الحكومه اليوم خلتكم الى شعار اخر؟ الحكومه قالت اي مشروع ما نمول حاليا يعني عندنا حاله ازمه ماليه عجز مالي دينار واحد هذا اللي ما يخلص ما ننطيك دينار يا دوب انا بدي امشي راتب موظفيني نص وزير الماليه التقيت به شخصيا نعم قال يا دوب الداين منا ومن المصارف الاهليه والخارجيه حتى امشي الموظفين اللي عندي فاي مهندس يجيني بعد تستقبله واي شخص مستثمر اللي تستقبله وطلعنا من العين الحمراء هسه احنا لا احنا مثلا يقول لاحظت برجيلها وناخذ السيد علي لا كملنا مشاريع العالم هذه صحيح ولا احنا حصلنا فلوسنا من الدوله وهسه احنا نصرف تقريبا مليارات. ايش قصة لك انت بهذا المشروع؟ كم سنه يعني؟ والله من 2016 2016 لحد الان يعني يعني حقيقة هو كان مشروع بناء سريع اذا من 60% من 2016 لحد ما توقف المشروع، يعني مو من يمكم التقصير، ولو كان اكو دعم كان كمل المشروع. احنا ماخذين انا ماخذ فلوس انا يعني شخصيا قاعد للناس وما احنا نعطيهم فلوس. استاذ هالشيء انا بطلب حضراتكم تفهمون المواطن الكريم يا اخوان يا مواطن يا حبيبي يا تاج راسي. نعم. والله مو من عندنا السبب، والله السبب من الحكومة. وعدتنا بشيء وخلفت بوعدها. انت تعرف اكثر من مشروع مثلك يا عيني؟ اكثر من مشروع عم نفس حالتك انهم السبب من الحكومه اي يعني هو وايد مشاريع انا مثلا هو مشروع هذا السكني الف الف دار يعني هاي كلها راحت نعم. مشروع الثاني مال يعني اجلك الله المجال يعني نص وعافونا صحيح يعني ما اعرف والله ان والله احنا عايين
إذا شكرا لك وشكرا لتواصلك ويانا، والله يعينك وإن شاء الله يصل صوتك للجهات المعنية ويتم صرف المبالغ. احتمال انه يحاولون بطريقه معينه او خطه، يعني هو نعم يعني يوضح يعني انا حتى المقاولين متورطين بالموضوع، يعني حتى المقاول والمستثمر اللي ذي يجهز لهذه المجمعات السكنيه، احنا نتمنى ان المصارف انه تنظر لحال الناس، يعني تشاهد حال المواطن العراقي، هذا الشخص اللي مثل ما ذكر محمود قبل شويه انه هو يمكن جمع هذه الامور الماديه من شغله وحاول انه ياخذ قروض او حاول انه يتداين في سبيل انه يوفر الى هذا المكان السكني الخاص به، لكن يعني حتى المستثمر اليوم هو اللي متضرر، المستثمر اليوم اللي هو بوجه المدفع مثل ما نقول، لانه الحكومه موقفه كل المشاريع، والسبب اللي هو دائما هذا نسمعه احنا من سنوات العجز المادي والعجز المادي وعدم اقرار الموازنه والامور الاقتصاديه عندنا متردية وما نقدر نوفر لكم اي مبلغ مادي حتى تكملوا مشاريعكم. طيب احنا هذه صارت هذه السنوات كلها، خلينا نجي نبدي من 2003 لليوم، معقوله من 2003 لليوم هذا العجز المادي احنا بيه بالعراق؟ معقوله يوم ماكو اي جهه معنيه من الحكومه اللي تعطي المبالغ الماديه للمستثمرين حتى يكملون مشاريعهم الخاصه؟ هو احنا شارع ما يتبلط، احنا على قولته هسه مثل ما يقول انوار، يعني عذرا يعني المجاري الموجوده بالشوارع العراقيه بصوره عامه لحد الان ما اسست بالشكل الصحيح، راح نجي نعطيهم حتى يسوون مجمعات سكنيه ويقعد بها المواطن العراقي بالشكل الصحيح والشكل المترف اللي يرتاح بها بالمواطن العراقي؟ فأنا ما أعرف والله شنو اللي أحكي، يعني أنا وجهت رسالة يعني والشخص اللي هو عنده هذا المشروع هم وجه رسالته المعينة. الموضوع ما بي إذا إحنا كنا نعاني من أزمة اقتصادية، فعذراً إحنا كمواطنين عراقيين مو مشكلتنا، فسوء الإدارات السابقة اللي كانت ميزانيات انفجارية، وطبعاً هو اللي خلانا نوقع بهذه الأزمة. لو كان عندنا احتياطي من الأموال السابقة اللي تم هدر المال العام كان ما وقعنا بهاي الأزمة. فنرجع لموضوع إنه ليش موضوعنا لهذا اليوم، انه ليش طبعا ما يتم تسليم العقارات او المواطن العراقي دا يدفع مبالغ ماليه لبعض المجمعات السكنيه وما دا يتم الاكمال انشائها وتسليمها الى المواطن؟ يعني فهذه الازمه اللي دا يمر بها المواطن العراقي وهاي الظروف الماديه اللي تمر بها المجمعات السكنيه ودا يصير بها موقف احراج ما بين المواطن وما بين المستثمر، صح هالشيء راح يخلي الناس تفقد ثقتها بالمستثمرين. تعرف محمود يعني حتى الشركه الكوريه هذه اللي سحبت من مجمع بسمايه، يعني بعد ان سلمت مؤخرا ال 3000 شقه اللي مساحتها ما يقارب يمكن 1000 او 100 متر يعني تقريبا، حتى الطريق اللي كان يؤدي الى بسمايه انه الشركه الكوريه كان هدفها انه تعمر هذا الطريق والسهل الطريق للوصول يعني الى بسمايه بالشكل السهل المباشر، لكن بسبب عدم تسديد المبالغ الماديه الخاصه لهذه الشركه انسحبت الشركه الكوريه. فاحنا نتمنى من يعني من المسؤولين انه يعيدون النظر بهذا الموضوع بهيئه هذه الشركه المستثمره لمجمع بسمايه، لانه الناس من تعاونوا وياكم وقاعد تدفع المقدمات اللي تقدر عليه، فاحنا يعني من المعيب انه تخذلون هذا المواطن اللي خل كل ثقته بكم وقدم لكم هذه المقدمة المادية اللي جدا هائلة، يعني مو مبلغ جدا بسيط، في سبيل انه حتى تتوفر الى هذه الشقة السكنية. فنتمنى انه اعادة النظر، نتمنى انه صرف راح اسالك سؤال المبالغ الصحيحة. يعني انت تخيل اذا في يوم ردت تشتري لك شقة بهذا المشروع، تشتري على الاحداث؟ يعني على هالوضعية راح تشتري في يوم من الايام؟ لا يعني صراحة يعني انا هم شر البليتي ما يضحك، عذرا لانه صدق ما بقى عندنا ثقة وامان بالموضوع، مشكلة الثقة صحيح. وانا ما من جهه التمويل يعني صح. اعتقد ويانا اتصال ويانا محمد. صباح الخير محمد. خيرات محمد من دهوك نورتنا الله يخليك. استاذي هاي بالنسبه لهاي المشاريع اللي يحكون عليها، نعم انا من الناس اخذت مشروع اكبر مشروع بدهوك، تمام مقابل التنفيذ يعني هناك، نعم المشكله كالاتي اللي هي استثماري بالعراق من 2004 لحد يومك هذا وجهه معينه كبيره هي اللي ملتزمه هذا المشروع. ما تقول لي مواطن مقاول عادي يجي يقعد كذب. اها يعني تقصد انه اكو جهه معينه، تقصد انه اكو جهه معينه بالضبط جهه كبيره متنفذه هي اللي تشرف، هي اللي تاخذ، هي اللي تصرف، تمام هي اللي توقف، هي اللي تشتغل، تمام. احنا مجرد عباره عن بياد احنا نفترض بيدهم. نعم هاي واحد. اثنين هذا هسه عندنا اكبر مشروع سكني بدور اشتغلنا فيه، تمام والله العظيم اشتغلنا شتاء ثلج يوقع صيف حر تنشر
المشكلة انه ضغطوا عليهم المشروع ضغط ما صاير يعني بالكون كله ما صاير. شنو هي الضغوطات شنو هي الضغوطات اللي انضغط بيها؟ ضغوطات من فوق، احنا سلطة هناك ما اعرف ما نقدر نحكي احنا تمام بالقلم العربي تمام. بس اذا هم ذول هسه اللي جايين هسه يعني يدعون الاصلاح ونضرب بيد من حديد وما اعرف شنو زين، احنا مستعدين نعطيهم دراسة الله وكيله كل مشاريع الاستثمار اللي وقعت براس المقاولين اللي اشتغلوا بيها وانهجمت بيوتهم زين، نقدر نطلعهم من هاي الأزمة بأشياء يعني جدا بسيطة. يعني هسه انت يعني هسه انت لا تحكي بشكل النقيض عن ما وصلنا يا انور، انه اكو جهات معينة اعلى من المستثمر هي اللي تستثمر كل هذه الامور، اعلى حتى من الدولة. اوف ايه يعني هي اللي تمول وهي اللي توقف، هي توقف وتشتغل بكيف، احنا بالنسبة لهم لا شيء، يمكن يذوبونا بدقيقة واحدة. طيب اسال انت عندك انت انا احس انه انت عندك درايه جدا قويه، اللي اعلى من الدوله هم من داخل البلد لو من خارج البلد؟ من داخل البلد. اها حلو. رسالتك وصلت، الموضوع توضح من خلالك، يعني كل شخص له وجهه نظره. جدا شاكر اتصالك انا محمد ولتوضيحك لبعض الامور. كل شخص يمكن هو عنده درايه اكثر باللي صح. هو عايشه، وكل شخص مر بموقف مختلف، يعني محمد وجهة نظرة تختلف عن أنور لأنه أنور مر بظرف معين ومحمد يوز مر بظرف ثاني ويعرف تفاصيل مختلفة وأكثر. إذن مشاهدي الكرام، مثل ما شفنا ويانا فقرة ليش لهذا اليوم وكثير معاناة الناس حول المواضيع اللي هو موضوع السكن، فالموضوع ما بي أنه كان موضوعنا هو المواطن العراقي ليش يدفع مقدمة مالية لمشروع سكني وتم التوقف عن إتمامه لأسباب مادية من أشهر يا مصطفى. صحيح. يعني وإحنا قلنا أنه هواية أسباب وكل شخص يعني هو اللي دي يتبنى قراره ورأيه بكل هذه الأمور. ويانا مهند. مهند من سامرة وحياك الله يا مهند، شلونك؟ أخوي العزيز صباح الخير. صباح النور. اكيد متابع برنامجنا لهذا اليوم فنسمع رايك حول موضوعنا. اكيد اكيد. نعم. احيي قناه الرشيد. شكرا لك. واحيي الكاتب بيها. نعم شكرا لك، تحياتنا لك. نعم مهند. اخوي العزيز، هاي البنايات اللي دعي بنوها بسامره يعني للموظفين. نعم. ب 30 مليون يقولون وب 70 مليون بالاقساط. نعم. اي. الموضوع انه دي يسلمون للناس لو ما دي يسلمون. ما سلموا للناس بعد. يعني توقف المشروع لو بعد قيد الانجاز. لا بعد دعي بنوم. يعني انت حضرتك كان عندك مثلا او انت مشارك بمشروع يعني معين؟ اكيد اكيد مشارك. يعني ما اخذ لك شقة منك. يعني. انت ما اخذ لك شقة من هاي المجمعات. لا لا ما اخذت. لان السعر عالي حيل. السعر عالي. احنا موضوعنا هي حتى الناس اللي عندها مقدرة على دفع مقدمة مالية وبنفس الوقت يسددون اقساط لكن توقف المشروع ومصيرهم مجهول حاليا، فشكرا لك وتحياتنا لك ولاتصالك ومشاركتك ويانا. فانظلت الناس ما بين حانة ومانة، يعني كل شخص ما يعرف، فلوسه صارت حجارة عن نص اللي هو بناء مو كامل، والحكومة ما جاي تصرف لبعض المشاريع. صحيح. او بعض المستثمرين ما جاي يكملون بسبب الأزمة الاقتصادية المادية، فالمواطن اللي كان عنده حلم حاليا حلمه جامد على النص. صح. فهل يا ترى أنه يستلم بيته لو ما يلحق أنه يستلم ويعدي العمر؟ فالأمر الأول والأخير بيد الجهات المعنية، لازم يكون أكو خطة اقتصادية جديدة ترفع من شأن الاستثمار بالبلد، لأن احنا إذا ظلينا هيك راح نبقى دائما لورا وما نتقدم خطوة لقدام يا مصطفى. فعلا. فإذا المشاهدين الكرام، هذه هي مواضيعنا اللي تكلمنا عنها من بداية الحلقة إلى وصولا لفقرة ليش، تحديدا عن موضوع المجمعات السكنية. فإحنا نتمنى أنه رسالتنا وصلت، والهدف منها أرجع وأقول لا التشويه ولا الإساءة، لكن لإيصال فكرة معينة. ونتمنى أنه رسالتنا وصلت للحكومة أنه تعيد النظر بموضوع هيئة الاستثمار للشركات اللي قاعد تستثمر هذه المجمعات السكنية لخدمة وصالح المواطن العراقي. إذا مشاهدين الكرام، خلونا وياكم نروح فاصل وبعدها نتواصل وياكم بفقرات برنامج يوم جديد.